وتأتي الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي وقعت بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة استكمالا للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات. نستعرض هذه الاتفاقيات في التقرير التالي مع الزميلة ريم جناحي. في إطار حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة رفض أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة، تم التعاون على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة. وكانت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على النحو التالي: وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية بالمملكة المتحدة بشأن الاقتصاد الرقمي، المجلس الأعلى للبيئة ومركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية بالمملكة المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتلوث البحري، مصرف البحرين المركزي ومجموعة نيسبت كينغ بشأن تدريب البحرينيين في المملكة المتحدة، معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات وشركة مالكا آمت بالمملكة المتحدة بشأن إطلاق خدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد لندن للصرافة والتمويل بالمملكة المتحدة بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتعليم المالية والمصرفية، شركة سيكو وشركة نورثرن تراست بالمملكة المتحدة بشأن تقديم خدمات إدارة الأصول المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية، منح المملكة المتحدة صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، إنشاء مركز للخدمات الإقليمية لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط بما يسهم في توفير 250 وظيفة بين مجلس التنمية الاقتصادية وشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، إنشاء منصة استثمارية لإدارة أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة بين شركة ممتلكات البحرين القابضة وإنفست كوب، إطلاق شركة إنجليزية متخصصة في خدمات وساطة التأمين بين مجلس التنمية الاقتصادية وشركة هاودن، إنشاء استوديو لمشاريع التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين بين بنك البحرين للتنمية ومجموعة الاستثمار الدولية هامبرو بيركس.